التعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 6 يونيو 2017. واللي بقوله كل مرة كمقدمة، الكلام اللي بقوله في الجزء ده اللي بنخصصه كل أسبوع اللي احنا أشير فيه لبعض الحاجات أو بعض الأخبار، ليس هدف الخدمة أن أنا أقول نشرة أخبار. وبصوا حصل إيه والدنيا حصل فيها إيه وسياسيا وحربيا وفلكيا، لا مش ده هدفي على الإطلاق. هدفي من الخدمة دي أن احنا نخلي بالنا، أنا أفكر ضعفي وأفكر حضرتك وحضرتك، كلنا نفتكر مع بعض باحتياجنا لحياة الاستعداد، حياة اليقظة الروحية. ليه؟ لأنه العالم الأيام دي حقيقي حقيقي بيتفنن جدا أنه يخلينا مشغولين ليل نهار وفعلا يلهينا عن حياتنا الروحية. هدف الخدمة دي أن احنا نذكر بعضنا بعض محتاجين نلتفت لحياتنا الروحية، هو ده الهدف الوحيد صدقوني والله يعلم. وأقصد بالاستعداد باليقظة الروحية هو مش بس عشان ربنا جاي بكرة، لا ممكن يكون جاي القرن الجاي ما عرفش، رغم ان احنا في الزمن الاخير اللي ما عرفش بس طوله قد ايه، لكن كمان عشان نستعد قبل الظلمة اللي هتسود وبدأت فعلا معالمها تسود قبل مجيء المسيح، الظلام اللي مش هيبقى فيه نور غير اللي الحكيمات العذارى الحكيمات اللي جمعوا زيت كافي في فأنيتهم عشان يفضل عندهم مصابيحهم مضيئة لغاية ما يجي العريس. ايضا عشان اي انسان هيسلم وداعته، سواء المسيح جاي بكرة المسيح جاي القرن الجاي، اي انسان يسلم وداعته في اي وقت يكون حياته حياة كويسة مرضية امام الله، مستعد انه يقابل العريس. بمعنى محتاجين ان احنا نستيقظ ونكون في يقظة روحية، بنستعين بقوة ايمان عامل بالمحبة وتنقية القلب، ثمر الخدمة بالصوم والصلاة عشان الظلمة اللي بدأت تسود والضيقة اللي بدأت تقترب، واللي فعلا مش هيستعد الزمان ده لما يسود مش هيقدر، هيبقى زي الخمس عذارى جاهلات مهما يحاول مش هلاقي زيت ساعتها. وقت تجميع الزيت الآن مش وقت تجميع الزيت بعيد. العذارى الجاهلات حاولوا كان نفسهم يلاقوا زيت ما قدروش، صح؟ أفضل أقول لنفسي خلي بالك وأقول لحضراتكم خلي بالكم، حتى لو المسيح جاي القرن الجاي، بس أي حد فينا هيسلم وداعته يكون على الأقل مستعد. وحتى لو اتقال بص ده بتاع إشاعات، ده بص بيهول في الأخبار إزاي، ده كذاب، ده كذا ده كذا، مش مهم، مهمنيش يتقال الكلام ده كله. واحد بس يلتفت لحياته الروحية بسبب الكلام ده أفضل بكتير من إن احنا نسكت وكل حاجة تمام وزي الفل، وصلي للمسيح هيديك فلوس قد كده، وصلي للمسيح هيديك شغلانة أحلى بكتير من اللي فاتت، وننسى حياتنا الروحية وننشغل عنها عشان بس الناس ما تتضايقش وتقول الأخبار اللي تجري. يتقال عمينا اللي يتقال، بس هدفنا الأساسي نفكر بعض إن احنا نتوب ونرجع، ده اللي يهمنا. ربنا قصد يقول لنا الحكاية دي في الكتاب المقدس وبوضوح، على فكرة النقطة دي واضحة جدا واتقالت كتير قوي في الكتاب المقدس. ربنا قال لنا علامات كتيرة وقالها بوضوح في إنجيل لوقا 21، قال حروب أخبار حروب تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. قال لنا هتسمع الزلازل في الزمان الأخير ده اللي ربنا هيقصد يلفت نظرنا، قال لنا الزلازل هتزيد، هتبقى عظيمة، زلازل عظيمة تزيد في العدد وفي القوة، بس في أماكن مش في كل مكان، بس لما تسمعوا عنها لأن ساعتها في الزمان ده هتقدروا تسمعوا أخبار الزلازل في العالم كله. تخلي بالكم المجاعات تزيد بسبب الجفاف، الأوبئة تزيد بسبب أمراض غريبة تبتدي تنتشر وتحصد العشرات والمئات والألاف والملايين، تبتدي تكون في مخاوف، علامات عظيمة في السماء، علامات في الشمس في القمر نجوم، على الأرض كرب، ومن بحيرة البحر الأمواج تضج، الناس تبقى خايفة من بكرة، الناس يخشى عليهم وخوف انتظار ما يأتي على المسكونة، لأن قوات السماء تتزعزع، حينئذ يبصرون ابن الإنسان أتيا في سحابة بقوة ومجد كثير. إيه الحل؟ كل من يدعو باسم الرب يخلص، هو ده المهم. من أسهل الوسائل اللي أنت تكون مستعد فيها تقف قدام ربنا تتملي منه وتفيد على الآخرين وتتكلم عن ربنا. عارفين ليه؟ لأن الزمان ده هيكون بيحاول يتفنن إن هو يقطع لسانك فتخاف تتكلم على المسيح، علشان بس ما تتحركش ولا ما يضايقكش الشخص اللي قدامك ولا ما يرفعش عليك قضية ولا الكلام ده كله. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ لأسباب كتيرة قوي. واحد،
علشان ما نخافش، لأن الزمن ده هيكون بيخوف. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاحوا. اتنين، علشان نؤمن في زمن هيزيد جدا التشكيك في الكتاب المقدس. قال لنا قبل ما يكون حتى ما، قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى ما تكان تؤمنون، لأن الزمان ده هتسمعوا يقول لك ده الكتاب محرف، ده مؤلف، ده غلط، ده ربنا نفسه ملوش وجود، ده اختراع بشري. فربنا ادانا حاجات في كتابه من آلاف السنين تتحقق قدام عينينا بمنتهى الدقة مع بعض، بحيث ما أنت بلا عذر أيها الإنسان وتصدق أن هذا الكتاب مفيهوش غلط في كلمة واحدة ولا نبوة واحدة. الحاجة الثالثة والمهمة والأساسية، علشان حياة الاستعداد. متى ابتدأت هذه تكون؟ ترفعوا راسكم لأن نجاتكم تقترب في زمن ربنا عارف أن العالم هيكون بيتفنن بالفعل أن يكون بيشغلك بالمشاكل، بعصر السرعة، بالتلفزيون، بالأمور السياسية والاقتصادية والأمور الأسرية الكثيرة والحاجات اللي زي دي. ندخل في الأخبار. علامات في السماء. ناسا تحاول لأول مرة أنها ترسل مركبة توصل لغاية أن هي تلمس الشمس. ده من الاندبندنت، هذا الخبر قدام حضراتكم. فعلامات في الشمس، فعلا علامات في السماء وعلى الأرض، الشمس والقمر. ناسا عايزة توصل أن هي تلمس الشمس دي. بقع شمسية تنتج فئة سي من الأشعة الكوزميك راديشن. حتى 3 يونيو تضاعف حجم الموجات اللي خارجة من الشمس اللي هي AR 2661 البقعة دي. يوم 1 يونيو 13 كرة نارية تسقط من السماء إلى الأرض، اللي هي قالها الكتاب المقدس في الترجمة العربي نجوم السماء تتساقط، لكن الكلمة اللي في اليوناني بيتكلم على الأجسام السمائية تتساقط على الأرض، وعددها كتير جدا. الأسبوع ده الأرض بتمر في تيار نفايات فضائية غير معروف مصدره. هذا الخبر قدام حضراتكم. مرة تانية، مش جاي بس أقول شوية أخبار كم كرة نارية في السماء ولا الكلام ده، مش ده اللي يهمني. يهمني ان احنا اولا ما نخافش للي بيحصل، ثانيا نصدق دقة الكتاب المقدس اللي قال لنا ان ده هيحصل وهو بيحصل قدام عينينا، وثالثا عشان الحاجات دي تلفت نظرنا ونفوق ونخلي بالنا من الدنيا اللي لاهيانا عن ان احنا حتى نقف ونصلي ونتكلم مع ربنا. اثنين، الطقس اللي فعلا مضطرب، وما بين الفيضانات والارض اللي بتاكل سكانها وما بين الجفاف اللي بيحصل واللي فعلا بيموت ناس. 200 شخص ما بين موتى أو مفقودين بعد سقوط أمطار عنيفة في سريلانكا. بص المنظر إزاي، وآسف الناس اللي ميتة إزاي. الأرض فعلا بقت تاكل سكانها بسبب كثرة الخطية وبسبب كثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين. موت 8 وإخلاء 30,000 شخص في فيضان عنيف حصل في البرازيل، وبصوا البيوت اتغطت لغاية سقفها. أيضا موت العشرات وإصابة أكثر من 120 في عاصفة شديدة في موسكو، ده من راشن تايمز. أيضا فيضان يدمر الكثير من المنازل وإخلاء 350,000 شخص في بنغلاديش. دي صورة بلد، بص شكل البلد دي إزاي، دي البقايا بتاعت بلد. الإعصار ده واسمه مورا في بنغلاديش حتى يوم الخميس قتل 6 ودمر 20,000 منزل. ده أثار الحيطان بتاعه. الكلام اللي أنا بقوله ده مش في سنة، الكلام اللي بقوله ده في أسبوع. أنتوا متخيلين الأرض إزاي؟ أمواج البحر المضطربة، أو أقصد أمواج العالم المضطرب. عاصفة قوية هتضرب منطقة في تكساس وبدأت بالفعل. أمطار توصف بأنها قاتلة وصلت إلى قرب 60 سنتي. نزلت في 11 ساعة بس، سببت فيضانات في تايوان وأغلاق مفاعل نووي. دي عربية من ضمن الحاجات اللي غرقت في الفيضان اللي وصف ان هو مدمر في تايوان. أميال من الثلوج انهارت
في الأنتاركتيك تنهار في البحر. أيضا شق عملاق في الأنتاركتيك ينمو 11 ميل في 6 أيام، ده من ياهو نيوز. شايفين منظره مرعب ازاي؟ عشان كده احتمال منسوب المياه يرتفع، وللأسف بعض المدن الساحلية ممكن تتأثر. أسوأ جفاف من أكثر من قرن يضرب مدن في جنوب أفريقيا، وده برضو من The Watch زي معظم الأخبار اللي فاتت. الزلازل اللي زادت زي ما قالنا الكتاب المقدس برضو في الزمان الأخير، هتسمعوا عن زلازل عظيمة. زي ما قلت كنا من لغاية 2008 الزلازل القوية ده كانت عدى على الصوابع في السنة، الزلازل المهمة. دلوقتي بص بينا نسمع عن كم زلزال في الأسبوع، رقم 6 ده كان نادر. السنة اللي قبل اللي فاتت كنت بقوله once in a while، السنة اللي فاتت ابتديت أقوله مرة كل أسبوع، دلوقتي ابتديت أقوله أكتر من مرة في الأسبوع. يوم الخميس اللي فات 29 زلزال في يوم واحد، منهم 5.9 في بابا نيوجيني وكتير 5 فما فوق. يوم الجمعة 25 زلزال منهم 6.8، يعني 8 أضعاف 6 في ألاسكا وكتير 5 فما فوق. يوم السبت 26 زلزال منهم زلزال بقوة 6 في جزيرة باليني وكتير 5 فما فوق. الزلزال اللي كان بقوة 6.8 في إندونيسيا سبب خسائر كثيرة. تيار من الزلازل تضرب منطقة بركان توبو في نيوزيلندا، ووصل لغاية دلوقتي 2339 زلزال في منطقة واحدة، ده من 13 فبراير، 2300 وشوية زلزال. أيضا زلزال ألاسكا 6.9 سبب ذعر ولكن لم يسبب تسونامي، نشكر ربنا. زلزال باليني بقوة 6 ريختر، ده بجوار أنتاركتيكا أيضا. البراكين اللي زادت، بركان بيجسلو في ألاسكا انفجر بقوة وأخرج رماد لارتفاع وصل ما بين 35,000 إلى 45,000 قدم في الهواء، وسبب أعلى تحذير للطيران، وده من CNN. بص ارتفاع الدخان قد إيه في السماء. إيه رأي حضراتكم؟ بركان كريمسكي ينفجر بقوة، دي كل دي براكين انفجرت بقوة يوم 5 يونيو، كل دول قدام حضراتكم. 1 2 3 4 5 6 7 8، كل دي براكين انفجرت مع بعض يوم 5 يونيو، ده بالإضافة للبراكين اللي مستمرة اوريدي بالفعل. خريطة البراكين النشطة ده مش في سنة، دول لا مش ضربوا في سنة ولا في عقد، ده في يوم واحد شغالين، يوم 4/6 يوم الحد اللي فات، ده من فولكينو ديسكفري. كل دي براكين نشطة في يوم واحد، ده في يوم واحد، ده الدخان اللي قالينا عنه هيحصل في الأرض، قالينا عنه الكتاب المقدس. مقارنة لغاية 2003 و4 و5 كان بيحصل 3-4 براكين قوية في السنة تعمل المنظر ده. بص بينا نتكلم على كام واحد دلوقتي في اليوم. موت الكائنات جماعي اللي كان لغاية سنة 2005 و6 و7 ممكن ما يحصلش خالص، ممكن حالة في السنة، حالتين في السنة، ثلاثة في السنة. بص بينا نسمع عن كام حالة في الأسبوع، زي ما قالنا سفر هوشع 4 وصفانية 1 إن ده هيحصل قبل عقاب الإنسان. يوم 19 مايو موت مئات من الطيور البحرية في شاطئ في شيلي. يوم 21 مايو موت عشرات الآلاف من الأسماك فجأة في شاطئ في الصين. بص المنظر قد إيه، كل ده سمك ميت على مرمى البصر. في نفس اليوم موت 50,000 من الأبقار بسبب فيضان في الأرجنتين. يوم 22 مايو موت 3 حيتان في شاطئ في انجلترا، ده من بي بي سي نيوز. يوم 25 مايو موت اكثر من 5,000 من الاسماك في نهر في كولومبيا. في نفس اليوم موت الالاف من الاسماك في نهر في نيكاراغوا. الكائنات اللي ماتت في اسبوع اكثر من الكائنات اللي كانت بتموت في سنين.
بالظبط زي ما قال صفانيا 1 وزي ما قال هوشع 4. والعلماء يحذرون من انقراض ضخم للكائنات، لأن الكائنات بتموت بسبب الأنشطة البشرية، ويقارنوه بما حدث للديناصورات. وليا سؤال، قدام عينينا الاكستنشن، ماس اكستنشن بيحصل باستمرار، وكائنات في النازل وتتدهور وتنقرض، وفي المقابل ما بنلاقيش جنس واحد بيتطور. مش دي حاجة غريبة؟ انه فين التطور اللي المفروض مستمر واللي انتج كل الاجناس دي؟ انا ما بشوفش جنس واحد جديد، لكن بشوف الاجناس الموجودة في الناس. يعني الموضوع عكس التطور اللي بيدعوه. anyway، الاوبئة زي ما لنا الكتاب هنسمع عن اوبئة، اختراع مضاد حيوي معدل تصميمه عشان يقتل البكتيريا المقاومة للأدوية اللي وصلت بقت كارثة، اللي وصلت انها في امريكا فقط تصيب اكتر من 2 مليون شخص كل سنة، بيموت منهم 23 الف شخص في امريكا كل سنة فقط بسبب البكتيريا المقاومة للأدوية. واحيانا الانسان بيروح المستشفى ما بيكونش عنده وبيصاب بها في المستشفى ويموت. استاذ امير كريستي زي حضرتك، متخيلين اللي بيموتوا حاليا من البكتيريا المقاومة للأدوية أكتر من العدد اللي كانوا بيموتوا للطاعون اللي لما كان يضرب زمان بأقوى ضرباته؟ وده واحد حاجة من حاجات كتيرة اللي بقينا نضرب بيها باستمرار دلوقتي. موت شخص وإصابة 40 بالسعار من الوطويت مصاصة الدماء اللي بتهاجم البشر في البرازيل. إعلان انتشار اللوكيم في لوس أنجلوس بعد إصابة عشرات من الشواذ بي الجيز المومس. المسافرين من مطار لاجارديا في نيويورك يهاجموا بكم ضخم من الناموس، وطبعا كان مخاوف ان هو يكون بينقل امراض، ده من نيويورك بوست. تحذير من تزايد انتشار زيكا فيروس، ده من اي بي سي نيوز. رجل يموت بعدوى فيروسية لما عام في المحيط بعد ما قام بوضع وشم في جسمه، ده من شانل 8. عمل تاتو، نزل المحيط، جات له عدوى ومات. العدوى دي نوع معين اتضح ان هي بتسبب 80 الف حالة مرض في السنة، بتقتل منهم 100. متخيلين؟ حروب واخبار حروب، او حروب وتهديد بحروب. هاواي تنتهي من خطه لحمايه المواطنين من ضربه نوويه والاشعه بعد الضربه النوويه اللي ممكن تحصل بسبب كوريا الشماليه، ده من جريده ذا صن البريطانيه. لاول مره من 3 سنوات امريكا تختبر نظام اعتراض الصواريخ بسبب احتداد الموقف مع كوريا الشماليه واستعدادها، لان ده ممكن يحصل في اي وقت. سابقا كانت شايفه ان هي ملهاش لزوم. بالفكر بالفعل امريكا تنجح في تجربه اسقاط صاروخ عابر للقارات فوق المحيط الهادي، وده من ان بي سي نيوز. كوريا الشماليه تحذر من هديه اكبر بتعدها لامريكا بعد اخر اختبار للصواريخ، وده من وكاله رويترز. يعني الموقف مش بس بيهدى، لا ده موقف مش مستمر، ده بيزداد اشتعال ويزداد تفنن في اختراع أسلحة أكثر خراب ودمار. كوريا الشمالية تطور أسلوب تدمير حاملات الطائرات، بينما أمريكا ترسل حاملة الطائرات الثالثة إلى قرب كوريا الشمالية. القاعدة العسكرية الأمريكية في الأرتيك تحصل على منحة 40 مليون للتعديلات بسبب تزايد التهريب، ده من سي بي اس. الجيش الأمريكي يختبر مدرعات في الطريق السريع تقود نفسها بالكامل بدون سائق، دلوقتي عاملين مدرعة بدون سواق. اليابان وأمريكا يشتركوا في تدريب عسكري موسع بسبب احتداد الموقف ما بين الاثنين مع كوريا الشمالية، وده من راشن تايمز. كوريا الشمالية تقول أننا لن
نتشتت عن بناء قوتنا النووية، يعني هيفضلوا يزودوا من القوة النووية بتاعتهم. وده من راشن تايمز. كل ده تهديد بحروب. أمريكا ترسل 3500 جندي لكوريا الجنوبية كجزء من تبادل القوات كاستعداد لاحتمالية هجوم كوريا الشمالية عليها. اليابان تقوم بتدريب على الإخلاء السريع بسبب احتداد الموقف مع كوريا الشمالية، فبتدرب ازاي ان هي لما تحب تخلي المواطنين بسرعة لو حصلت حاجة ضربة نووية والغير، اللي مش هيكون عندها وقت. أمريكا تضرب كوريا الشمالية وجيشها والمستلزمات بتاعتها بعقوبات اقتصادية شديدة. ده من لوس أنجلوس تايمز. حتى روسيا تقول إن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية هي تهديد مباشر ليها، من فوكس نيوز. روسيا تطور نظام إطلاق صواريخ، والنظام ده هيكون بشع جدا على سنة 2020 بسبب تزايد حدة الموقف ما بين روسيا وحلف الناتو. روسيا تنجح في اختبار صواريخ لا يمكن إيقافها، يعني نظام الصاروخ الدفاعي ما يقدرش يوقفها. ليه؟ لأنها أسرع من الصوت بكتير، ممكن توصل لسرعة 4600 ميل في الساعة. ده من ميل أونلاين. متخيلين السرعة دي شكلها قد إيه؟ روسيا تطلق صواريخ كروز على أهداف لداعش في سوريا، وده من بي بي سي نيوز. قوات مدعومة من إيران تحاول الاقتراب من قاعدة أمريكية في سوريا، فممكن الحرب تبدأ في سوريا، وده من واشنطن تايمز. روسيا تستعد لأن تمد تركيا بالنظام الدفاعي S-400، وده من راشن تايمز. وأصبحت فعلا تجارما أصبحت فعلا مع روش أعتقد بوضوح. إسرائيل تقوم باختبار صواريخ فوق قلب الدولة عشان لو حصلت ضربة تقدر ترد، وبتطور من القبضة الحديدية بتاعتها. ترامب غاضب جدا من عباس اللي هو رئيس فلسطين، وبيقول لعباس انت كذبت عليا. المخاوف تنمو من تزايد وانتشار سيطرة داعش في جنوب الفلبين. انتوا عارفين ان داعش مش بس دلوقتي سوريا والعراق ولا ليبيا ولا غيره، ده وصلت لدرجة الفلبين، وداعش بدأت تسيطر في الفلبين على بعض المدن والقرى الجنوبية. رئيس الفلبين يقول للإسلاميين، يعني ده معناه مش هيتساهل، إما أن يستسلموا أو يقتلوا. شهود عيان يقول مجاهدي داعش المسلمين، بص بيعملوا ايه، يقتلوا الصغار صغار الفلبينيين حتى عمرهم 13 سنة. المسلمين يقوموا بخمس هجمات إرهابية في لندن. أكيد حضراتكم سمعتوا عن الخبر ده. منهم عربية بيسوقها المسلم عشان يدوس الإنف ده للكفرة، والطعن بالسكاكين والأسلحة وغيره. بيعملوا الحكاية دي ليه؟ علشان يفرحوا قلب إله الإسلام في رمضان. ده من ميل أونلاين. فبيعملوا الحاجات دي ويصرخوا ويقولوا This is for Allah. يصل الأمر إلى أنهم قتلوا 7 و21 في حالة خطيرة، وحاجة 40 مصاب من هجوم المسلمين الإرهابيين فوق الكوبري الشهير اللي في لندن بسيارة وطعن بالسكاكين. ترامب يقول يوم الأحد للعالم لن يتوقف على الأمور عن الأمور السياسية، أن يتوقف عن الأمور السياسية. بيقول العالم يوقف شوية من الأمور السياسية ويهتم بالأمن بعد حادثة لندن. ده من ياهو نيوز. رئيسة وزراء بريطانيا بعد الحادث الأخير اللي حصل ده فوق الكوبري قررت سحب الجنسية البريطانية من أي متهم إسلامي بأعمال إرهاب، وقالت إن التسامح مع الإسلاميين
زاد عن الحد. ده من فوكس نيوز. جريدة داعش اليوم السابق للهجوم الإرهابي اللي حصل في لندن، الجريدة كانت بتقول هجوم جديد على بريطانيا كل تأكيد اقترب جدا. للأسف ما اعتقدش فهمه، هم يقولوا الكلمتين دي أستاذ الحبيب لوجس وترجع بعدها بشوية ينزلوا على ما فيش. الثلاثة شباب المسلمين اللي قاموا بالعملية الإرهابية في لندن، واحد منهم تم بالفعل تبليغ شرطة مكافحة الإرهاب عليه مرتين انه بيقوم بتصرفات إرهابية وي ولكن تركوه حر. ده من التليجراف. بعد حادث لندن الإرهابي مؤيدو داعش يحتفلون ويقولوا للمجاهدين المسلمين الله هيكافئكم. ليه؟ علشان انتوا دستوا الكفرة. ايه رأيكم؟ فمش بس الإرهابيين بتوع داعش والإرهابيين الموالين لداعش، ده المسلمين، أي مسلم متعمق في دينه هو إرهابي. اللي قاعد على النت وقاعد يقول الله أكبر والكلام ده هو إرهابي، قنبلة موقوتة قاعد مستني بس الفرصة. فأول ما تحصل كارثة زي دي ويشوف الدم، زي ما قال له إله ويشفي صدور قلب المؤمنين، أول ما يشوف الدم يتشفي صدره ويقول برافو دوست الكفرة وسفكت دمهم على الارض. مش عارف اقول ايه، ايه الناس اللي بتشبع بالدم دي؟ انفجار في باكستان يقتل 80 شخص ويجرح المئات. ده من وكاله رويترز. تاني، ليس كل مسلم ارهابي، ولكن كل ارهابي في العالم هو مسلم. طالبان الاسلاميه التي عاده تتزايد وتنتشر في أفغانستان بدأت تقتل المفكرين عشان تكتم أي نقد أو اعتراض على طالبان في أفغانستان. إيه رأيكم؟ اندلاع أعمال شغب على نطاق متسع في فنزويلا وإصابة رئيس المعارضة بسبب المشاكل الاقتصادية. أعمال شغب قتلت 62 شخص في فنزويلا في 60 يوم. الأخبار العامة، العلماء يوصلوا أنهم يكونوا ثقب أسود صغير داخل المعمل باستخدام أقوى شعاع ليزر في الأرض. طب أنا بس التجارب اللي بيعملوها دي الخطرة جدا، طب لو التجربة خرجت عن إيديهم هيعملوا إيه؟ هيدمروا جزء كبير من الأرض؟ اختراع مبشر مسيحي عبارة عن إنسان آلي يعمل إيه؟ يطلع نور من إيديه ويقول كلمات بركة أوتوماتيكيا للمصلين. إيه رأيكم؟ هو ده اللي بقى يخترعوه، أصل مش لاقيين مبشرين فطلعوا إنسان آلي يقوم بوظيفة مبشر. أهو قدام حضراتكم صورته، ده من The Mirror. مش عارف أقول إيه. قريبا الايفون هيكون بيه ذكاء صناعي. ده من جريدة ذا سن، ويحلل شخصية ويعرف معلومات وأسرار الشخص مستخدمه. العلماء يختبرون نوع من الحشرات، لعبوا فيه كالعادة جينيا، يدمر نفسه ذاتيا عشان معدل جينيا. حشرة تقوم بوظيفتها وتدمر نفسها بنفسها. ايه رأيكم؟ مرة تانية، طب الجين اللي انت بتعدله ده عشان الحشرة تدمر نفسها، طب لو كان ليه أكتر من دور وانت مش عارف بقية أدواره، لو كنت خربت الدنيا بالطريقة دي هتعمل ايه والساعة ما يكون انتشر؟ فعلا إنسان اللي بيلعب بالجينات في الكائنات الحية زي طفل بيلعب بسلاح بابا وهو مش عارف الخطورة اللي بين ايديه. العلماء يقولوا أنهم قد يكونوا توصلوا لطريقة تمنع الحساسية عن طريق غلق مسار رد فعل الالتهاب نهائياً. إزاي؟ بجهاز المناعة. يا مصيبة، عشان يمنعوا الحساسية هيعطلوا حاجات في جهاز المناعة في الإنسان. Oh my God. ده من الاندبندنت.
طبعا ده هيسبب فايدة للبعض، وخاصة اللي عندهم حساسية الصدر، ده هيكون مفيد، لكن ما نعرفش خطورته قد إيه لما عطل حاجات من جهاز المناعة. صوت انفجارات قوية غامضة تحير سكان نوتنغهام لمدة ليلتين متواصلتين، ما كانوش عارفين إيه الأصوات دي اللي بتحصل في السماء. إدارة ترامب تضيف أسئلة إلى طلب الحصول على فيزا، منها فحص مواقع التواصل الاجتماعي للشخص بالهيستوري بتاعها. ده من وكالة رويترز. عايز تيجي تزور أمريكا، ورينا مواقع التواصل الاجتماعي بتاعك، تويتر وفيسبوك وغيره، كنت بتقول عليها إيه الشهور اللي فاتت. المسلمين يسيطرون على شوارع في نيويورك ويغلقون ويصلوا في أمام برج، ويصلوا في أمام برج ترامب أمام الإفطار. إيه رأيكم المسلمين في لندن؟ ده مش بس بيقفلوا الطرق في مصر، ده قفلوا شارع في نيويورك أمام برج ترامب عشان يصلوا سعادته. تكساس تأخذ خطوات لتمنع دخول الشريعة الإسلامية في القانون الأمريكي. ليه؟ لأن تكساس حاسة أن ممكن في وقت من الأوقات الشريعة الإسلامية تدخل على القانون الأمريكي، متخيلين؟ فابتدت تأخذ خطوات عشان تمنع تطبيقها عندهم لو حصل الكلام ده في المستقبل. 5000 كندي يتظاهرون مؤيدين لسياسة ترامب وضد سياسة حكومة كابتن ترودو، اللي مش عارف هيودي كندا على فين. ده فعلا بيجاهد بأي شكل يأسلم كندا، هذا الشخص اللي بيلبس جلباب ببنطلون ويروح يقعد مع المسلمين على الأرض في المساجد ويأكل معاهم ويصلي معاهم ويقول الحاجات بتاعتهم. أنا مش عارف إزاي الكنديين يختاروه رئيس وزراء. الربوات اليهود يقولوا إن اقترب وقت بناء الهيكل الثالث. انتوا عارفين ان الهيكل الثالث ده مرتبط بابن الهلاك غالبا، ده لو فهمنا الانبياءات كان صح. بحر الجليل ترتفع به نسبة الملوحة، فالبحيرة في خطر ان لا يصبح فيها حياة، والبعض بيقول ده تحقيق لنبوات الكتاب المقدس. 152 ألف يهودي ومسيحي من الناس المفروض مشاهير يمضون عهد يؤكد عدم تقسيم أورشليم إلى الأبد. سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة تهدد الأمم المتحدة بسبب الهجوم الخاطئ على إسرائيل. أمريكا الأمم المتحدة بتهاجم إسرائيل، فالسفيرة دي بتهدد الأمم المتحدة وبتقول إن أمريكا قد تنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهتوقف التدعيم. مجموعة سرية كبيرة اسمها بيلدربرج من أغنياء ومسؤولي العالم ومسؤولين اقتصاديين من أوروبا وأمريكا وشركات كبرى زي صاحب شركة جوجل وغيرها، يجتمعوا في فيرجينيا علشان ينقدوا حكومة ترامب وإزاي يتصدوا ليها، وده من ميل أونلاين. مش أنا تاني، أنا الكلام ده مش بنتكلم نظرية مؤامرة، لكن مش المجموعة دي تنفع يكونوا فعلا الإلمناتي والكلام اللي بيقولوا عليه الناس اللي بيعملوا في السر للعالم الموحد. جوجل تواجه قضية تعويض بقيمة 9 بليون علشان بتزور نتائج البحث، ده من الاندبندنت. أخبار اقتصادية، تقرير يوضح أن الإرهاب اللي هو طبعا إسلامي كلف العالم سنة 2016 14.3 تريليون دولار. إيه رأيكم يا مسلمين؟ وإيه رأي العالم في المسلمين اللي خلوا العالم يغرم هذه الغرامة؟ 14 تريليون ده كان أنقذت كام طفل جعان في أفريقيا؟ الإرهاب الإسلامي كلف العالم السنة اللي فاتت 14.3 تريليون دولار. إيه رأيكم؟ وده أعلى معدل وصل له العالم في هذا الرقم. أمريكا لوحدها بسبب الإرهاب الإسلامي خسرت السنة اللي فاتت 2.5 تريليون دولار لوحدها. العملة الاقتصادية الإلكترونية اللي هو البيتكوين
تمحى منها ما يوازي قيمة 4 بليون علشان قيمتها انخفضت مرة واحدة 20%، وده من راشن تايمز. بعض من صناع القرار في أمريكا يحاولون إلغاء صفقة ترامب مع السعودية اللي بقيمة 110 بليون دولار، ده من راشن تايمز. وعلى فكرة فيهم الاثنين ريبابليكان وديموكراتيكس، مجموعة كبيرة من اللي هم الأعضاء عايزين يلغوا صفقة ترامب مع السعودية اللي بقيمة 110 بليون. خمسة من خبراء الاقتصاد المشهورين يحذرون من انهيار في سوق الاقتصاد، انه خلاص اوشك او على الابواب. بعض موكلات الاخبار بتقول هل انفجار فقاعة اسهم شركات التكنولوجيا اقترب؟ لان العديد من خبراء الاقتصاد يقولوا علامات كثيرة تقول نعم. بنك انجلترا بسبب سياسة طباعة الاموال يوضع في مزنق خطير. انت عارفين ان الطباعة بتتم دلوقتي بدون غطاء، لا غطاء مالي، لا غطاء ذهب ولا غطاء اصولي يكفيها. اتكلمت قبل كده على موضوع كارثة الاموال والاسلوب العالمي وتاريخ تاريخ الفلوس، تاريخ النقد، وحيوصلنا لغاية فين من كوارث اقتصادية. تقريبا نصف الامريكان بيموتوا الايام دي مفلسين، يو اس توداي، الناس العواجيز وغيرهم، وصلوا ان نصهم لما بيموت بيكون مفلس ما عندوش مليم. تهاد المسيحيين اللي زاد جدا، اللي شفنا السنة اللي فاتت 9000 مسيحي ماتوا استشهدوا فقط لانهم مسيحيين، واللي شوفوا كل ساعتين دلوقتي بيتقتل واحد مسيحي علشان فقط ايمانه. العالم كله اصبح يضطهد الرب ومسيحه، وطبعا بينتقم المسيحيين علشان عايزين يتخلصوا من الرب ومسيحه، لكن الرب يضحك بهم. مؤيدو داعش بعد الهجوم المسلح على اقباط المنيا يقولوا المسيحيين لن يكون لهم امن في مصر. ايه رايكم؟ ادي السلام بتاع المسلمين. يا سلام، لينا اله قوي. تقرير يوضح ان مسيحيين الشرق الاوسط في خطر الانقراض بسبب الاضطهاد الاسلامي البشع اللي وصل معدل unbelievable. قتل 8 مسيحيين جدد في الفلبين على يد المسلمين الارهابيين، ليه؟ لانهم رفضوا يقولوا الشهادتين الاسلاميتين. غريبة، اله يقول يا تقول الشهادتين يا اسفك دمكم واقعد اتفرج واتلذذ ان انا بتفرج على دمكم السايح. حاجة غريبة، هذا الإله كان قتالا للناس منذ البدء. القبض على مسيحيين في الهند وحبسهم، ليه يا ترى عملوا إيه؟ إرهابيين زي المسلمين؟ عملوا كوارث؟ لا، كل القضية بتاعتهم أخذوا أطفالهم إلى معسكر لدراسة الكتاب، دي جريمة كافية جدا في الهند دلوقتي إن هم يتحبسوا. إيه رأيكم؟ ده مش في السعودية، ده في الهند. المجموعات المسيحية المضطهدة حول العالم رغم كل الاضطهاد اللي بيتعرضوا له، لكن كلهم نفس الاسلوب، يرفضوا التخلي عن الانجيل مهما حصل. عارفين ليه؟ لان روح واحد هو اللي بيعمل فيهم. مدير مدرسة والسكرتير يتوقفوا عن العمل، ليه؟ كل اللي عملوه ان هم صلوا لطالب في المدرسة. ازاي يصلوا لطالب؟ لو كان شتبوا، لو كان استخدموا الفاظ قذرة، لو 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 لو، ما حدش كان يكلمهم. لو كانوا أجبروا الطلبة أن هم يصلوا صلاة المسلمين، لو كانوا ضحكوا عليهم بكلام عن الإلحاد ولا الشذوذ، لو عرضوا لهم فيلم إباحي ما كانوش هيتوقف. زاد جابوا اسم المسيح، لا يبقى يتوقفوا عن العمل على طول. إيه رأيكم؟ للأسف معدل ترك الطلبة في أول سنة في الكلية للأديان وخاصة للمسيحية في الغرب بيزداد جدا، ودي مرة تانية عشان كده أنا بزود، رغم أن أنا عارف أن حضراتكم بتزهقوا من الموضوعات دي، لكن بزود في موضوعات التكلم على الإلحاد والتطور، لأنه صدقوني الشباب بنخسر شباب بزيادة في الموضوع ده، لأن بيضحك عليهم أول ما يدخلوا الجامعة ويعتقدوا أن فعلا الكتاب المقدس خطأ ويفقدوا إيمانهم بسبب الموضوع ده. الغريب أن الشعب الأمريكي وحتى خاصة الشباب الأمريكي اللي بدأ يلحد لازال يحب شخصية المسيح مهما حصل. إشكاليتهم إيه؟ إشكاليتهم بس الكنائس.
أولياء الأمور في سان دييغو كاليفورنيا يقاضوا مقاطعة المدارس، علشان مقاطعة المدارس بتطبق غصبا عنهم تطبيق منع الخوف من الإسلام اللي فيه الناس تتكلم على الإسلام بحريتها وممنوع حد يعترض على الإسلام. لكن تتكلم على المسيحية ممنوع تطرد من المدرسة، تتكلم على الإسلام براحتك عشان دي حرية. الفيدرال حيعاقب نيوجيرسي بغرامة كبيرة، ليه؟ عشان رفضت إقامة جوامع. لكن في المقابل محكمة النقض تحكم بالسماح لمقاطعات بمنع المدارس المسيحية، ما يقدروش يمنعوا المدارس الإسلامية بقوانين المحكمة، لكن محكمة النقض تسمح ان المقاطعة تمنع المدارس المسيحية. ليه؟ علشان ده مش ضد حرية الأديان. حرية الأديان بس ما تعملش مدرسة مسيحية، لكن تعمل مدرسة إسلامية عشان حرية الأديان، تعمل مدرسة بوذية، تعمل أي نوع أنت عايزه فيما عدا أن هي تكون مسيحية. إيه رأيكم؟ الانحدار الأخلاقي اللي وصلنا له اللي أصبح بشكل بشع زي ما قال فعلا إنجيل لوقا 21، كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان. وكالات الأخبار تتساءل، هل العري اللا أخلاقي أصبح هو الطبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتالي ناس بقى لسه، الناس اللي لسه عندها أخلاق بيقولوا إيه اللي حصل؟ دلوقتي بقى مش الإنسان بيبحث عن حاجة وحشة يشوفها، ده بقى في كل مكان الحاجات الوحشة موجودة، بقت كما لو كان حاجة عادية، حاجة عادية إنه الستات القذرات دول يتصوروا عريانين ويحطوا صورهم بابليك في مواقع بتاعة الفيسبوك والكلام ده كله، الصور القليلة الأدب بتاعتهم. إيه اللي حصل؟ ليه الناس ما بتفهمش إيه قلة الأدب اللي بتعملوها دي؟ فتيات يشجعوا مؤسسة بلاند بيرنت هود الشيطانية، ازاي؟ عن طريق يرتدوا فساتين مصنعة من عوازل وملصقات. ايه رأيكم؟ ثلاث محلات ماكدونالد يستخدموا علب البطاطس عليها قوس قزح برمز الشواذ، قوس قزح السداسي وليس السباعي، تأييدا لاحتفال الشواذ. للأسف أونتاريو كندا، بص تعمل إيه؟ تمرر قانون يسمح للحكومة بأن تنزع الأطفال من والديهم، الحكومة تاخد العيال من أبويهم حتى لو الأبوين كويسين ما بيعملوش حاجة وحشة، فقط لو رفضوا مبدأ التحول الجنسي. متخيلين؟ يعني كأب وأم دلوقتي ما يقدروش حتى يعبروا عن رأيهم ويقولوا إنه التحول الجنسي ده حاجة غلط. لو قالوا كده الحكومة تاخد العيال منهم وتحرق قلبهم على عيالهم. ايه رأيكم؟ يا اما تقبل الشذوذ غصب عن اللي خلفك، يا اما تقول انا موافق على كل الافكار بتاعت الشواذ غصب عنك، يا اما ناخد عيالك منك. انا مش عارف اقول ايه للشر الشيطان اللي وصل في هذه البلاد فعلا، يعني بيستكملوا للأسف زمانته بيتهم. قضاء يحكموا ان اولياء الامور ومسؤولين المدارس لابد ان يطيعوا الصغار الشواذ في ارادتهم. يعني المفروض هم المسؤولين على الاطفال في كل حاجه فيما عدا موضوع الشذوذ. مش عارف اقول ايه برضه حقيقي. للاسف محكمه النقض ايضا تحكم ان مقاطعه مدارس ويسكونسن لابد ان تسمح للفتيات الشواذ ان هم يدخلوا في حمامات الولاد طبعا، والعكس بالعكس، والولاد الشواذ يدخلوا في حمامات البنت. الواد اللي يدعي واد قليل ادب يدعي اصلا انا بنت محبوسه في جسم واد وعايزه تستخدم حمام البنات، يدخل في حمام البنات واللوكر اللي بياخدوا فيه شاورز والكلام ده كله. ايه رايكم؟ ايرلندا تستعد عشان يكون لها اول رئيس وزراء شاذ، من بي بي سي نيوز هذا الشخص. أولياء الأمور مصدومين من العرض الإباحي اللي سمحت به مقاطعة المدارس في نيويورك للأطفال. إيه رأيكم؟ فعلا ويل لليعصر هؤلاء الأصابع حقيقي، عشان كده ربنا مش هيتباطأ. مدينة ميشيغان وصلت لدرجة أن هي تحذر فلاحين مسيحيين أنهم هيبقوا ممنوعين أن يبيعوا المنتجات بتاعتهم لو لم يعلنوا أولا أن هم يقبلوا زواج الشواذ. إيه رأيكم؟
مش ابتدينا نقرب من سمة الوحش بما يشبهها بصورة تانية؟ لو ما تقبلش الشواذ، لو انت بتعتبر الشواذ خطية، هناخد منك عيالك، هنمنع عيالك من التعليم، مش هتعرف تبيع ولا تشتري ولا هيبقى ليك اي حقوق. ايه رأيكم؟ لا اقول ان هو ده سمة الوحش، لكن نفس الفكر. لو لا تقبل الخطية، لو لا تقبل سمة الوحش، لو لا تقبل الشذوذ، لا هتقدر تبيع ولا تشتري ولا تتعامل ولا تتعالج ولا تعلم أولادك في المدارس، بل كمان هناخد عيالك منك غصب عنك. إيه رأيكم؟ حرية الشذوذ، ها؟ فاكرين زمان الناس اللي كانت تطلع تقول ما أصله غصب عنهم يا حرام؟ إيه رأيكم غصب عنهم؟ هادوا لما ابتدوا ياخدوا حقوقهم. بص ابتدوا يعملوا إيه في المسيحيين. إيه رأيكم؟ حقيقي ربنا يستر فعلا أستاذة وايت يوليب. إلينوي تجبر الأسر اللي تتبنى الأطفال يا إما تقبل سياسة الشواذ غصب عنهم وما يفتحوش شقهم والمتحولين جنسيا، أو ياخدوا الأطفال اللي تبنوهم منهم، حتى لو كانوا استنوا سنين طويلة عشان يعرفوا يتبنوا هياخدوا الأطفال منهم. إيه رأيكم؟ يعني لو واحد مسيحي يؤمن بالكتاب المقدس وقالوا الكتاب المقدس الشذوذ خطية، ده هيبقى ممنوع ان هو يتبنى، ولو خلف هياخدوا العيال منه غصب عنه. ايه رايكم؟ ده اللي بيحصل في العالم، ده اللي وصلنا له من خطيه، واصبحنا في زمن يعني شبه، يعني مش زمن لوط، اعتقد في رايي ده اصبح اكتر قرف من زمن لوط. عشان كده فعلا 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 محتاجين نصلي، نعد زيت في مصابيحنا وما نخافش. على فكرة الشيطان عايز يخوفكم، عايز يمنعكم. استمر اتكلم وقول ان الشذوذ خطية. لو انت خفت وانا خفت وانت خفتي وكلنا اتكتمنا وما اتكلمناش علشان ما نقولش الموضوع ده، هيوصل في يوم ان الكلام ده هيتطبق علينا غصب عننا كلنا. محتاجين نقول ان الشذوذ خطية، ما تتكسفش من الكتاب وما تخافش. ولادك يقدر ربنا يحافظ عليهم وهيسيبهم في ايدك، ومهما حصل لو انت بتعمل ده عشان ربنا عمرهم ربنا هينسى. شغلك حتى لو في احتمالية ان انت تخسر الشغل عشان تقول الشذوذ خطية، ما تخافش، ربنا عمره ما بينسى ولا بيبات مديون. اوعى تنسى هذا الموضوع، اوعى تتكسف ان انت تقول على حاجة دي خطية علشان بيحاول الشيطان يقطع لسانك بأي شكل، ما تخلوش يفوز. محتاجين نصلي، نصلي قوي، لان انتوا شايفين اللي بيحصل في العالم ايه. محتاجين نستعد، محتاجين نعد زيت في مصابيحنا، لان العالم بيزداد ظلام، العريس قرب يجي، فمحتاجين يكون عندنا إضاءة في زيت في مصابيحنا علشان يكون مصابيحنا منورة لما يجي. أقصد بيها الصلاة، الصوم كل سنة وانتم طيبين، خدمة أبناء الله، تنقية القلب والاستعداد بلباس العرس. خلصنا قرب، فاستعدوا. والشيطان حاسس إن الزمن بيقصر زيادة. ربنا قال لنا الحاجات دي ليه؟ عشان أولا ما نخافش في زمن العالم، هيكون خاوف خايف خايف زي ما قال بطرس الرسول، أما خوفهم فلا تخافوا. محتاجين إن احنا نؤمن في زمن بيشككون زيادة، فربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان ما تحصل نؤمن زيادة بصدق الكتاب المقدس. الحاجة الثالثة والمهمة عشان نستعد في زمن بيتفنن الشيطان إن هو يشغلنا قوي عن اليقظة الروحية. ارفع راسك لفوق، فوق لحياتك الروحية، نجاتك تقترب، وقت تسليم وداعتك ومجيء المسيح قرب، أو الظلام اللي هيسبق مجيئه واللي مش هتقدر ساعتها تستعد فيه قرب. عريسنا قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع، والمجد لله دائما. أسف طولت على